والله شوف فريقين نفس المستوى يعني ما تقدر تحكم من البدايه. تكون مباراه قويه يعني. اتمنى الفوز لنا. ان شاء الله المانيا اليوم. ان شاء الله فريق قوي اليوم. والله تنظيم زين. لاعبين قوي يعني. صدق لاعبين فئات. بس ناسين يعني زينين. توقع من يفوز اليوم؟ اكيد. أخذ فرصة للاعبين أكثر للاعبين اللي ما شاركوا ويا الفريق الأول. انطباع على النادي أولاً وما شاء الله حاجة كويسة جداً ومتطورة وهم بيحاولوا يجددوا على طول واللعيبة بشكل كويس وقد إيه بيهتموا باللعيبة وبالمكان وبالملاعب خصوصاً النشئ الصغير. 2-1 الأحمر. بالتوفيق. جميع. جابر 2-1. 2-0 لمين؟ ألمانيا.